هنتكلم على حاجة اسمها نيوروليشن. تعالى كده هقول لك. الامبريو بتاعنا كان شكله كده. طب الامبريو اللي شكله كده ده لو جينا نقول ان هو كام طبقة؟ ثلاثة دكترة. طب ما تقطع لي كده وتوريني اقطع ازاي. احنا لو قطعنا هنقطع حاجة من اتنين، يا اما هنقطع بالعرض يا اما هنقطع بالطول. اقطع بالعرض اهو. هقول لك والله يا صديقي العيل ده بالعرض هيبان طبقة فوق اسمها ايبي بلاست، لا ما عادش اسمها ايبي بلاست، بقى اسمها اكتوديرم، وطبقة تحت اسمها اندوديرم، وفي في النص طبقة، الطبقة اللي في النص دي اسمها ايه؟ ميزوديرم. طب وبعدين؟ في حبل في النص بيبان دايرة، الحبل اللي في النص اللي هيبان دايرة ده اسمه ايه؟ اسمه نوتوكورد. كنت قايل لك من وظائف النوتوكورد ان هو بيستيميوليت النيوريليشن. يعني ايه النيوريليشن؟ يعني النيورال تيوب فورميشن، ان هو بيحفز الاكتوديرم اللي فوقيه ان هو يتخن. يبقى اول علامه من علامات النيوريليشن از فورميشن اوف نوتوكورد. مين الانديوسر المحفز اللي بيخلي النيورال تيوب تتكون؟ النوتوكورد. طب وبعدين الحته اللي ظهرت دي اسمها نيورال بليت، هتظهر هنا ازاي؟ هقول لك والله يا صديقي هيظهر هنا الاكتوديرم اللي موجود على النوتوكورد تخين. وتخلي بالك ان الاكتوديرم اللي موجود على النوتوكورد التخين ده في الجزء ده بس. ليه؟ لان النوتوكورد بيقف عند الاورال ميمبرين قدام ما بيكملش. طيب يبقى ده سيك اكتوديرم. هذا السيك اكتوديرم انا عايز اعرف هيتصرف ازاي. هقول لك طب ما نقطع هنا كده ونشوف. هتلاقي الامبريو لو قطعت هنا كده هتلاقي الامبريو طبقه خارجيه اسمها اكتو وطبقه داخليه اسمها اندو، وهتلاقي في عندك هنا ادى البني ادم. طب وبعدين؟ هقول لك والله الثيك اكتوديرم ده بيدخل لجوه وبيعمل جروف. اسمه الجروف ده اسمه نيورال جروف. يعني ايه نيورال جروف؟ يعني بدل ما كان اكتوديرم تخين في الشارع دخل وغاص جوه الجنين رايح ناحيه الاندوديرم، فعمل لي شق على ظهر الجنين. الشق اللي على ظهر الجنين ده اسمه جروف. يبقى تاني مرحله اسمها ايه؟ جروف. طب ما توريهوني هنا. اقول لك لو القطعه بالعرض هيبان اكتوديرم، خليه كده اكتوديرم، هيبان اندوديرم. جميل. وهقول لك والله الاكتوديرم ده ما عادش مستوي، ده عاد المنظر كده بالظبط. اهدى، الله اكبر، الاكتوديرم ده بقى عامل جروف. هذا الجروف يا صديقي العزيز جروف بالطول، يعني جايب العيل من فوق للاخر. هذا الجروف اسمه نيورال جروف، وطرف الجروف ده اسمه نيورال فولد. حلو. كمان شويه يبقى الواد ده ما عادش بليت زي كده، امال بقى ايه؟ بقى بالمنظر اللي انت شايفه ده. ايه ده يا عم الحاج؟ حاجه اسمها نيورال جروف على الباك او الدورسم اوف ذا امبريو. النيورال جروف اللي على الباك او الدورسم اوف ذا امبريو ده اسمه نيورال جروف. ليه؟ لان ده اللي هيعمل النيورال تيوب، والنيورال تيوب دي هي ان شاء الله ان شاء الله اللي هتبقى المخ. الطرف ده اسمه نيورال فولد والطرف ده اسمه نيورال فولد. طب وبعدين؟ تعال امثلها لك عشان تفهم. لو ده الاكتوديرم اللي على ظهر الجنين صح، الاكتوديرم اللي في النص اللي على النوتوكورد من ورا هيتخن ويعلى يبقى اسمه بليت، نعمله كده هيبقى اسمه جروف. طب الجروف ده عنده طرف هنا وطرف هنا اسمه ايه؟ فولد وفولد. الفولد والفولد هيقربوا ويلحموا مع بعض. بس خلي بالك الفولد والفولد لما بيقربوا ويلحموا مع بعض بيلحموا مع بعض من النص الاول. يعني ليه بتقرب للنص ودي بتمسك فيه؟ زي ما انت شايف. وبعد كده بتقعد تقفل وانت طالع لفوق وبتقفل وانت نازل لتحت. طب وبعدين؟ يفضل النهايه بتاعت الجروف والبدايه بتاعت الجروف. طب احنا عند الاكتوديرم ولا عند الاندوديرم؟ عند الاكتوديرم. يعني ليه بقت انبوبه لازقه على الاكتوديرم
بيدخل فيها من هنا كده أمنيون ويطلع تاني. لأن الأمنيون هو اللي عند ظهر الجنين. الفتحة اللي فوق دي اسمها إيه؟ اسمها كرينيال لأنها فوق. نيورو لأنها في النيورال تيوب. بور لأنها فتحة. واللي تحت كودال نيورو بور، يبقى النيورال تيوب بتقفل ما عدا الأبر إند واللور إند. طب ما تيجي نشوف. هقول لك المرحلة الثالثة إن المنظر بقى كده، ده إيه؟ إكتو، ما عادش عنده جروف. وده إيه؟ إندو، جميل. وهتلاقي أنبوبة لسه ماسكة في الإكتو. الأنبوبة اللي لسه ماسكة في الإكتو دي إيه نظامها؟ مغلق، اتقفلت. اتقفلت بس لسه في مشكلة. إيه المشكلة يا بيه؟ إن هي لسه ماسكة في الإكتوديرم. آخر مرحلة، آخر مرحلة هتلاقي المنظر كالآتي. آدى الإكتوديرم، جميل. آدى الإندوديرم، أجمل. وهتلاقي في النص الأنبوبة اللي اسمها نيورال تيوب. هذه النيورال تيوب اتفصلت من الإكتوديرم. إمتى؟ بعد ما الحتة اللي فوق دي تقفل والحتة اللي تحت دي تقفل. طب تعالى لي كده يا بيه، مجازا رسمة مش صح علميا بس هتفهمك. لو ده شكل الجنين، هو الأمنيون عند ظهر الجنين ولا عند بطنه؟ الأمنيون عند ظهر الجنين واليولك ساك عند البطن. طيب هنعرفهم النهاردة. لو جيت هنا وقلت لك عند ظهر الجنين ده الإكتوديرم بيتخن، بيبقى ثيك إكتوديرم، جميل، يبقى اسمه نيورال بليت. بعد كده الثيك إكتوديرم ده بيتحول إلى جروف، يبقى اسمه نيورال جروف. النيورال جروف ده على أوله أو من أوله لآخره جروف، صح يا دكتور؟ طب وبعدين؟ هقول لك والله يا بيه الجروف ده كمان شوية هيقفل، فهيتحول إلى أنبوبة من أولها مفتوح ومن آخرها مفتوح. كمان شوية هتلاقي المنظر بقى كده. أدى الجنين أهو، وأدى الأبدومن، وأدى الأمبليكال كورد، والأنبوبة اتفصلت من الإكتوديرم، جميل. نرسمها بالأخضر عشان تعرفها. الأنبوبة اتفصلت من الإكتوديرم، الحمد لله. والفتحة اللي فوق زي ما هي مفتوحة، والفتحة اللي تحت زي ما هي مفتوحة. كده الأنبوبة دي اتفصلت من الإكتوديرم. الإكتو ورا هو اللي اتفصلت منه. كمان شوية يا صديقي العزيز المنظر هيتحول لكده. آدى الإمبريو، الله أكبر. والإمبريو ده عنده الأمبليكال كورد والبطن والديل. هتلاقي الفتحة اللي فوق دي اتقفلت، اسمها كرينيال نيوروبور، اتقفلت وتكون حوالها من فوق الجمجمة. والفتحة اللي تحت دي اتقفلت، حلو، وبقى عندك أنبوبة جوه العين. الأنبوبة دي اسمها ايه؟ نيورال تيوب. تابع ورايا. النيوريليشن يعني ايه نيوريليشن؟ نيورال تيوب فورميشن، فورميشن اوف سي ان اس. بيبدا امتى يا دكتوره؟ سيرد ويك، تتحفظ صم. طب النيوريليشن اللي في السيرد ويك ده اكتوديرم ولا اندوديرم ولا ميزوديرم؟ اكتوديرم، اكتوديرم، اي حاجه ليها علاقه بالاعصاب اكتوديرم. طب الاكتوديرم ده يا دكتوره ظهر بكام مرحله؟ الاكتوديرم اللي على ظهر النوتوكورد بيتخن، يبقى اسمه بليت، ماشي. والبليت ده بينزل من النص، يبقى اسمه جروف، ماشي. طرف الجروف ده وطرف الجروف ده اسمه فولد على راسي. بعد كده الفولد بتقابل الفولد ويمسكوا في بعض، يبقى اسمهم تيوب. التيوب لسه ماسكه في الاكتوديرم، جميل، تتفصل من الاكتوديرم، الحمد لله. الابر اند بتاعتها مفتوحه، اسمها كرينيال نيوروبور. اللور اند بتاعتها مفتوحه، كودال نيوروبور. الابر اند تقفل وتفصل ويتكون حواليها جمجمه، اللور اند تقفل وتفصل ويتعمل لك انبوبه جوه الجنين، مصيرها ايه؟ تقول لي الابر اند اوف ذا نيورال تيوب دايليت اند فورم البرين، واللور اند او اللور بارت بيعمل السباينال كورد. حلو. هتلاقي عندك حاجه اسمها كلينيكال اناتومي بتيجي في الامتحان. لو الواد ده
الكرينيال نيوروبور ما قفلتش والكودال نيوروبور قفلت، ايه اللي يحصل؟ لو الكرينيال نيوروبور ما قفلتش ما هيتكونش جمجمه في الحته اللي فوق، لان شرط ان اللفه اللي بتاع الجمجمه تتكون ان النيورال تيوب تتقفل. طب هنا الكرينيال نيوروبور ما قفلتش، الواد هيتولد حرفيا من غير قبه الجمجمه، ماشي، بس وحته من المخ نسميها ايه؟ ان انكفالي. يعني ايه ان انكفالي؟ ده جينيتك او تيراتوجينيك ديزيز. الام تشرب كحول بقى ولا تشرب سجاير وبانجو ولف لي سجاره سعديه، مش عارفه انها حامل، لان النيورال تيوب دي بتتكون وست لسه مش عارفه انها حامل. الست اصلا بتبدا تفكر وتدور هي حامل ولا لا لما ميعاد الدوره الجديده يجي، وميعاد الدوره الجديده بيجي وهي اصلا عدى على الحمل اسبوعين 14 يوم، دي بتبدا تتكون في الاسبوع الثالث. طيب طب لو الست دي بقى بتاخد بقى خمره ولا مخدرات ولا نيله، تيجي تبص تلاقي ايه؟ النيورال تيوب بتتاثر، كرينيال نيوروبور ما تقفلش، الجمجمه ما تتكونش، وحته من المخ تضيع، نسميها ان انكفالي. بنحبها بنحبها، بتيجي في الامتحان. طيب ساعه ما النيورال تيوب بتتكون شويه خلايا من الاكتوديرم جنب النيورال تيوب بيسيبوا الاكتوديرم ويتزنقوا هنا، يتزنقوا جنب النيورال تيوب وجنب الاكتوديرم. اسمهم ايه شويه الخلايا دول؟ اسمهم نيورال كريست. يبقى عندي عمود خلايا في الحته دي، عمود الخلايا جنب النيورال تيوب على اليمين وجنب النيورال تيوب على الشمال، عمود الخلايا ده اسمه نيورال كريست سيلز. اهم حاجه في الحصه ايه؟ ان النيوروليشن في الثيرد ويك، وان اللي بيعمل النيرفس سيستم الاكتوديرم، وان اهم حاجه فيه هي النوتوكورد، هو اللي بيحفزه، اللي بيحفز النيوروليشن النوتوكورد والنيورال كريست. بعد كده تعال ما نقول نيورال كريست. النيورال كريست عباره عن اكتوديرمال سيلز ثابت جنب النيورال فولد، ثابت الاكتوديرم ودخلت مع النيورال تيوب جوه ووقفت جنبيها. طب شويه الخلايا دول اللي سابوا من النيورال تيوب ووقفوا مع اللي سابوا الاكتوديرم ووقفوا مع النيورال تيوب جوه، دول يا بيه اراضيهم ايه؟ هيبقوا ايه؟ هيبقوا الجانجليا. ايه الجانجليا دي؟ اول حاجه هيعملوا حاجه اسمها نيورو بلاست. ايه النيورو بلاست دي؟ خلايا هتبقى حاجه اسمها جانجليا. ايه الجانجليا دي؟ عقد عصبيه. طب العقد العصبيه دي انواع، صح؟ فيه اوتونوميك جانجليا، والاوتونوميك جانجليا دي اوتونوميك جانجليا يعني بتاعت الجهاز اللا ارادي، دي نوعين، سمباثيك وبتعمل سلسله اسمها سمباثيك تشين وبارا سمباثيك. طب البارا سمباثيك دول بتوع الكرينيال نيرفس. الكرينيال نيرفس كام واحد؟ 12. كام كرينيال نيرف عنده بارا سمباثيك؟ النيرفات اللي عامله رقم 1000 اللي هم 10، 900 اللي هو 9، 73 اللي هو 7 و3. يبقى الكرينيال نيرف رقم 10 والكرينيال نيرف رقم 9 والكرينيال نيرف رقم 7 والكرينيال نيرف رقم 3 عندهم بارا سمباثيك، يعني بارا يعني جهاز لا ارادي بارا سمباثاوي بيخلي الجسم يريح. والجانجليا بتاعتهم جايه بتيجي منين؟ من نيورو بلاست اوف نيورال كريست سيلز. طب وبعدين؟ اقول لك والله فيه سنسوري. والاعصاب الحسيه اللي في الجسم حاجه من اتنين، يا اما سباينال نيرفس يا اما كرينيال نيرفس. اي عصب طالع من الحبل الشوكي عنده جانجليون اسمها دورسال روت جانجليون. وفي كمان الاعصاب الكرينيال اللي عندهم احساس، الاعصاب الكرينيال اللي عندهم احساس وعندهم جانجليا اللي هم 1975، يعني 10 و9 و5 و7. يبقى النيوروبلاست ادت لك ايه؟ ادت جانجليا. والجانجليا اللي في جسمك على مستواك وانت في سنه اولى جايه منين؟ من نيوروبلاست. والنيوروبلاست دي جايه منين؟ من نيورال كريست. اتنين، بيدي حاجه اسمها ميلانوسايتس.
الميلانوسايتس دي الميلانين بروديوسينج سيلز، الخلايا اللي بتفرز ميلانين في الجسم. رقم 3 بيدي حاجه اسمها سبونجيوبلاست. هذه السبونجيوبلاست بتعمل حاجه انت خدتها في الهيستولوجي اسمها ايه؟ اسمها شوان سيلز. وبتعمل حاجه اسمها مننجيس. ايه المننجيس دي؟ السحايا اللي حوالين المخ. المننجيس اللي حوالين المخ 3، انت عارف منهم الديوره، هي تديش ديوره، بتدي بيا الام الحنون واركنويد الام العنكبوتيه، ده غلاف حوالين المخ والحبل الشوكي. وانت بتذاكر تيجي تقول المننجيس بيا واركنويد وتقعد تقول الديوره لا، الديوره لا، الديوره لا. امال الديوره دي اللي هي تبع المننجيس بتيجي منين؟ الديوره دي بتيجي من الميزوديرم. ميزو ايه؟ ميزوديرم. رابع حاجه بيديها النيورال كريست بيدي حاجه اسمها كرومافين سيلز. الكرومافين سيلز دي موجوده فين؟ فاكر الكدني؟ كانت جايه من الميزوديرم، وكان عليها سوبرا رينال جلاند جايه من الميزوديرم، والسوبرا رينال جلاند عندها كورتكس وعندها مظله. اللي كان بيجي من الميزوديرم الكورتكس، المظله بتيجي من الكرومافين سيلز. يبقى السوبرا رينال مظله بتيجي من الكرومافين سيلز اللي جايه من النيورال كريست. وانت بتذاكر تقول سوبرا رينال مظله الكورتكس لا لا لا. امال الكورتكس بتيجي منين؟ من الميزوديرم، الانترميديت ميزوديرم. بعد كده هقول لك الكرومافين سيلز بتدي حاجه اسمها، فاكر الكاروتيد ساينس الحته الواسعه اللي في اخر الكومن كاروتيد؟ بتدي حاجه اسمها كاروتيد بادي واورتك بادي، دول مسؤولين عن تنظيم ضغط الدم وضربات القلب. اخر حاجه النيورال كريست بيديها على مستواك اسمها اودونتو بلاست. اسمها ايه؟ اودونتو بلاست. في واحد صديقي بيقول عليهم نمسكه، ايه نمسكه دي؟ نيوروبلاست، ميلانوسايت، سبونجيوبلاست، بعد كده في كرومافين سيلز، وبعد كده الاودونتوبلاست. جميل. محدش يدخل الامتحان من غير دول. طب دول كلهم اكتو ولا اندو ولا ميزو؟ يا دكتور دول نيورال كريست. يالا ما النيورال كريست ده يالا عبيط، يالا جاي من الاكتوديرم، يبقى دول كلهم اكتوديرم.